سبب ارتفاع اللحوم بما انه شهر رمضان واقبال كبير اول 3-4 ايام، والسبب الرئيسي هو التهريب على تركيا وعلى العراق، هاي الاسباب. وبنفس الوقت رزق قليل بالسوق، ما في لحم هيك انه كويس مسكر، ما في لحم على السوق. قبل رمضان كنا نبيعه ب 150 ليرة، أول رمضان صرنا نبيعه ب 160 ليرة، ما عاد يوفي. كل كيلو طلع كنا ناخذ كيلو الفطيمة ب 55 ليرة، صرنا ناخذها ب 70 ليرة. كل كيلو ارتفع علينا 15 ليرة، يعني الفطيمة 50 كيلو ارتفعت علينا 750 ليرة، مشان هيك سويناها ب 160 ليرة. عم بتهرب لأني بالأماكن عم بتهرب عليها أغلى من هون. العام اليوم ما عنده قدرة للشراء، عم بيجي اليوم بيجي يشتري ب 10 ليرة، ب 15 ليرة، 25 ليرة، ما عنده قدرة. اليوم عم بروح بيشتغل طول النهار تيطلع له 25 30 ليرة، ايش يشتري يشتري. عم بقوم باستبدال اللحم، عم بيشتري فروج، او اغلبيتها عم بروح على الخضروات، على البطاطا، على الحشائش، بروح على الاراضي بستبدل، بحش من هون شوي شوي، عم بدبر حاله. الحياة معيشية سيئة جدا جدا والله.